أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في هذا السؤال: عرفنا نواقض الإسلام وأنه لا يفرق في الحكم بين من فعلها جادا أو مازحا أو هازلا، لكن يا شيخ ما الفرق بين فعل هذه النواقض مازحا أو هازلا مع التمثيل لذلك؟ مازحا أو هازلا، المزح والهزل معروف، أن يريد إضحاك الناس أو النكت أو غير ذلك. الإسلام لا يتلاعب به ولا يجوز المزح فيه، هو يرتد إذا جاء بكلمة الكفر وهو عاقل وغير مكره، فإنه يرتد بذلك، لقوله سبحانه وتعالى: في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم لما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وعن طريق الذي ذهب إليه من المسلمين، جاءوا يعتذرون، فأنزل الله عليه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نسأل الله العافية. فلا يجوز المزح في أمور الدين والاستهزاء في أمور الدين. نعم.